السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، إزيكم وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم أخوكم مصطفى. موضوع فيديو النهاردة إزاي تأكل زغاليل لو أنت عندك زغاليل أي عمر، في أي عمر من عمر يوم حتى الفطام، وإزاي الفرق بين زغاليل اللي هتأكلها للتسمين والزغاليل اللي أنت هتربيها، يعني لو هتذبح زغاليل هتأكلها إيه، ولو هتربيها برضه هتأكلها ايه، وازاي هترجع الزغاليل لأهاليهم امتى، وممكن تاخدهم امتى، وفي أسئلة كتير اتسألتها، ونأكلهم كم مرة في اليوم، ونسقهم كم مرة، وتأكلهم قد ايه. حتى في ناس قال لي ان انت بتأكلهم، بتعطيهم كمية كبيرة بالسرنجة، السرنجة دي 50 سنتي. هنفتحها مع بعض ونشوف السرنجة دي 50 سنتي. في ناس قالوا لي حرام عليك انت بتأكلهم كتير. لا، انا هوري لك دلوقتي الزغلول اللي هو جعان، كل زغلول على حسب ما هو محتاج. دي السرنجة اللي هي 50 سنتي، وفي منها كمان 60 سنتي، اهو شايفين 50 سنتي اهي، دي سرنجة اسمها سرنجة قسطرة، مش اي سرنجة، ما معهاش سن الحقن، يعني هي مش بتاعت حقن، تمام. السرنجة دي 50 سنتي. طيب برضو هنشوف كل حاجة مع بعض، لكن الأول هنوريكم اللي هو زغاليل التسمين. بنأكلها علف الدجاج اللي زي كده 23%، ده النوعية اللي موجودة في مصر، اسمه علف هيرمان، ده نوعية ممتازة موجودة في مصر. الأول هنحط، عشان بتاخد وقت، دي خد لها ربع ساعة لعشرين دقيقة، هنخمرها في العلبة الكبيرة دي، هنحط علبة ونحط عليها 4 كوبايات مية، يعني مكيال على 4 مية، لان بتمتص مية كتير. هنحط عليها المية، وبعد كده نوريكم الزغاليل اللي هي بتاعت التربية نأكلها ايه. احنا النهاردة هنستخدم باللي هو علف التسمين ده، وفي نفس الوقت معانا كده 4 كوبايات مية على كوباية واحدة من العلف، تمام. يبقى نسيب دي تتخمر ربع ساعة او 20 دقيقة كده، ونرجع نكمل مع بعض. لكن على بال ما تتخمر هنعمل بالميكس بتاعنا الزغاليل اللي هي الصغيرة دي، تقريبا عمر اسبوع، نوريكم بنعمل الزغاليل دي ازاي. طيب هنخمر برضو، نجيب معلقة ونعبي هي على قد الزغلولين دول بس، الصغيرين دول اهو، معلقة كده زي ما شفنا كده يا جماعة، ونضيف عليها المية اللي احنا محتاجينها، بحيث ان هي تكون، يعني هوري لك هتبقى قوامها عامل ازاي. ده اللي احنا عملناه، خلطة الميكس اهو يا جماعة، شوف القوام بتاعه بيبقى كده، كأنها شوربة عدس كده بالظبط، لا تكون سميكة ولا تكون خفيفة، ويفضل انك تعملها بمية دافية، تمام، بمية دافية، علشان لو زغليل عمر يوم، خاصة لو هي زغليل صغيرة، لو عمر يوم المية الباردة هتضرهم، تمام. يبقى تستخدم فيها مية دافية وتقلبها كويس جدا بالشكل ده. طيب هنستخدم للزغليل الصغيرة ايه؟ طبعا مش هتنفع الكبيرة دي للزغليل من عمر يوم. اللي بنستخدمه للزغاليل اللي هي من عمر يوم، حتى مثلا لغاية عمر اسبوع، اللي هي بالمبسم السيليكون ده اهو، المبسم السيليكون شايفينه اهوت، بيركب على اي سن سرنجة كده، تشيل منها السن وتركب فيك بالشكل ده، وهنشوف هنعمل ايه. ونسحب السرنجة لو حتى من عمر يوم، حتى عمر اسبوع، هنجيب زغلول اهو، ده الزغلول معانا، هذا الزغلول بالشكل ده، نعطيه اللي هو محتاجه، يعني هنقول، يقول لك تأكله كم مرة في اليوم، ممكن تأكله مرتين، وفي المرة التانية، يعني انت لو اكلت الصبح وهتيجي المرة التانية تبص عليه، لو لقيته ان هو الاكل جامد فيه ولسه ما هضمش اسقيه ميه، لو لقيته جاع اسقيه اكله تاني، ده اللي انا بعمله، تمام.
يبقى نشوف اخوه، هم اكلين الحمد لله، الحضان ما اكلهم كويس، بس انا بوري لحضرتك دايما دايما بقول ان تاكيل الاهالي افضل يا جماعه، دايما اقول ان تاكيل الاهالي. اهو شوف ما شاء الله الحضان ما اكله تمام التمام، بس انا هوريك برضو بناكله ازاي. اهو كده تمام، تاكيل الاهالي افضل تمام. طبعا اللي هيقول لي طب نفصل الزغاليل عن اهاليها، لو هو عايز يشيل الزغاليل من الاهالي علشان الاهالي تبيض تاني، لا ما تشيلهمش في الاعمار دي، حتى لو انت في الصيف، لو انت في الصيف ما تشيلش ولا تفصلش الزغاليل عن اهاليها في الاعمار دي تمام. يبقى هتشيلهم على الاقل، هوري لك زغلول لو زي كده، لو زي الزغلول ده افصله تمام، ما تخافش عليه. عايز تفصله تأكله انت للتسمين او انت تبعده عن اهلي ماشي، لكن الافضل كمان انا بقول لك، لكن الافضل ان انت تسيبه لاهليه يربوه لغاية ما يعتمد على نفسه ويلقط وياكل لوحده تمام. لكن ممكن اللي زي ده مش محتاج دفع، لكن دول الصغيرين اللي زي دول، الصغيرين اللي كده، انا هرجعهم دلوقتي لاهليهم علشان يدفوهم، على بال ما تكون اتخمرت العلف اللي احنا عملناه يكون اتخمر، ارجع لكم كمان شوية. طيب هنشوف كده العلف اتخمر اللي احنا عملناه اللي هو للتسمين. هنسحب كده، لسه هي تقريبا لسه محتاجة شوية وقت كمان، بتاخد حوالي ربع ساعة، لكن هنحاول كده علشان وقت الفيديو نأكل زغلول ونشوف الكمية اللي الزغلول بياخدها. هنحاول نظبط الخمسين سنتي اهم تمام، عشان اللي بيقول لي كتير الخمسين سنتي، انا هجيب له زغلول جعان شوية. شوف كده زغلول جعان ونشوف ياخد قد ايه. ده زغلول كبير يا جماعة اهو، ده زغلول كبير جعان شوية تمام. هنشوف هو هياخد حصلته دي تاخد قد ايه. ده زغليل زاجل، علشان الناس اللي بتقول بياخد انت بتعطي كتير، دول 50 سنتي، هنعطي 50 سنتي ونشوف. كده ادي الخمسين الاولانية، خلي بالك هو نفس الزغلول. نسحب كمان 50 تانية، ادي كمان 50 سنتي كمان اهم، علشان نشوف الزغلول هياخد قد ايه. نفس الزغلول اهو يا جماعة، اللي قال لي انت بتعطيه 50 سنتي كتير تمام، خد 100 سنتي، خد 100 سنتي. نجرب كمان، نحاول نعطيه 20 سنتي كمان كده اهم، 20 سنتي كمان تمام، 20 سنتي كمان. هنشوف كده يبقى 120 سنتي للزغلول الزاجل الكبير. لو انت هتسمن الزغليل، لو انت هتعملها للذبح. طيب نكمل الزغليل التانية. كل زغلول، مش بقول لك هاتي الزغلول 120 سنتي، كل زغلول على حسب ما هو محتاج، ده القصد يعني. فانا هعطي اهو 50، ده كان جعان شوية، شوف غيره، كل واحد على حسب ما هو محتاج. وزي ما قلت لك هتأكل مرة، والمرة التانية تشوفه لو هو عطشان تسقيه، لو جعان أكله تاني، يعني هتشوفه مرتين في اليوم. كفاية 50 سنتي المثالية جدا، بس أنا قصدت إن أعطي الزغلول اللي فات ده 120 سنتي، علشان اللي قال لي إن 50 سنتي كتير، انا بقول له لا ياخد لغايه 120 سنتي على حسب حجم الزغلول، ولا حسب هو جعان او هو شبعان تمام. يبقى كده احنا ماشيين على 50 سنتي. طبعا الزغلول دي الاهالي مأكلاها مش جعانه خالص، انا هرجعهم لاهاليهم تاني، خاصه الصغيرين. كده يكون خلصنا موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.